احساس بوزيتيف ايجابي اللي ديما كيعطيني واحد القوه ايجابيه. وبالنسبه ليا مدينه وجده هي قوتي، لان هنا عشت وهنايا قريت وهنايا ترعرعت وهنايا تربيت، فما يمكنش ان وجده ما نحبهاش ولا ما نحبش نخرج وجدي. انا كنت فرحان انهم عرضوا عليا باش نجي لهاد التكريم، لان انا بالنسبه ليا كان بحال شي واجب انني كفنان نجي للتكريم ديال الفنان، وبالاخص الاخوان ميغري اللي هما عائله وجديه، اللي ما نقدروش نهضروا على اخوان ميغري بلا ما نهضروا على وجده، ولا ما نقدروش نهضروا على الاخوان بوشناق بلا ما نهضروا على وجده. فكان لي شرف كبير انني كنت معاهم، وانا فات السهره زوينه والجمهور كان في مستوى. السلام عليكم، معكم سامي الخصبة من مجموعة الخصبة بولندا ورائد المجموعة. فرحان بزاف باش نشارك، لأن ولد مدينة وجدة، فرحان بزاف نشارك في هاد الذكرى ديال حسن ميغري الله يرحمه. باش تخي زوغو وشالوغو اللي كان الناس كانوا فرحانين بنا بزاف، وحصل ان شاء الله باش تغني الأغنية ديالي اللي ما خرجهاش الأسواق، غنيتها أنايا. بارك الله فيكم. ميغري فنان مغربي، انا فرحان بزاف اللي جيت لوجده واحتفلنا كاملين كاع وجده، مدينه وجده احتفلت بالاب ديالي الله يرحمه. هنا كنعرفوا المحبه اللي كاينه ما بين الاب ديالي والجمهور ديالو في المدينه اللي كبر فيها، دوز يعني الطفوله وحتى المراهقه حتى وصل يعني حتى 20 عام عاد جا للرباط، فيعني دوز فتره كبيره في وجده، ترعرع هنايا في الازقه ديال بودير والمدينه القديمه وباب الغربي والله الا ودابا عرفتي شنو كنتمنى نمشي ناخذ كارن، ما كانش عندي الوقت، نمشي دابا ناخذ واحد كارن وبارده ونكملوا الحوار.